النهارده هنعمل مع بعض بطاطس بالفرن كده على بعضها بطريقه مختلفه. طيب ايه المكونات اللي عندي النهارده؟ عندي بطاطس، البطاطس دي دخلتها الفرن، اديتها بالشوكه كده خرمناها شويه ودخلتها ساعه الفرن خلاص. طيب عندي ايه؟ عندي هنا حشو بتاع البطاطس نفسه، هنحشي هنعمل واحده مع بعض. عندي هنا شويه من الروز بيف او البيف بيكن اللي موجود، عندي جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا مبشورين، عندي شويه من البقدونس، عندي هنا ساور كريم، عندي لبن، عندي بصل اخضر، واخيرا عندي زبده، وطبعا عندي زيت زيتون وملح وفلفل. طيب انا عندي طاسه هنا سايبها بتسخن شويه على النار. اول حاجه خالص بس عايز اقرمش كده واشوح البيف بيكن او الروز بيف اللي عندي. خلاص اهو هاخدها بس خطوط بالطول الاول. مكعبات صغيرة كده. طيب شوية من الزيت في طاسة سخنة، وعلى طول هاخد الروز بيف او البيكن بتاعي وهنزل بيه هنا. خلاص طيب عايز اوريكم بس البطاطس نفسها. بصوا ده كده هيبقى شكلها اهي بعد ما بتطلع، وزي ما قلت لكم احنا بنشيل الغطا بتاعها وبنقور ده بالمعلقه. هنعمل مع بعض واحده كده في السريع. وزي ما قلت لكم بندخلها الفرن في الفويل كده زي ما هي، تطلع في الاخر بالشكل اللي انتم شايفينه. خلاص هاجي هنا اهو ومن فوق كده بضغط وبايدي بشيل اهو بس حته كده من فوق بالشكل ده. ممكن بالمعلقه على طول ابتدي، وممكن لو عايز اسهل على نفسي ارسم لنفسي خط بالسكينه، لان انا عايز اسيب شويه في الجدار زي ما انتم شايفين اهو، عشان مش عايز برضو الجلد بتاعي، مش عايز نوصل للجلد عشان مش عايزها تفتح مني في اي وقت. خلاص خلاص بصوا انا بهزها كده على قد ما اقدر، عندي شويه هم ابتدوا يتحروقوا وشويه لسه فاضلين. هاخد ده كده واي بوله عندي بارده عشان عايزها تلحق تبرد كده قبل ما انزلها، وهندلق الميكس ده بتاعنا كله. خلاص وهنخلي البيكن بتاعي على جنب. نرجع هنا تاني، ادي الحشو اهو، هنبتدي بالمعلقه. بصوا على طول بقى لما كمان بنرسم الموضوع بالسكينه بيبقى اسهل قوي. بصوا طلعت على بعض اهي، ومن هنا بالمعلقه. ونخلي بالنا قوي بس انا مش عايز اوصل للقشر، مش عايز اعمل فيها اخرام، مش عايزها تبقى بتسرب اي حاجه وهي جوه الفرن. خلاص هناخد اهو الطبقه اللي كانت فوق بتاعتي وهبتدي هفرمها كده بالسكينه اي حاجه بس عشان ندخلها برده مع الحشو ما نبقاش هدرناها. خلاص ادي اهو البطاطس بتاعتي كلها، وادي البوله اللي فيها اصلا البيكن، هنزل عليه اهو الحشو اللي عندي، ابتدي اهرس بس كده كويس. ناخد شويه البطاطس دول كمان اهو، من هنا بقى ابتدي ننزل بقيه المكونات بتاعتنا كلها. اول حاجه عندي هنزل شويه من اللبن اهو، هنزل شويه من الزبده، وتبقى الزبده ايه درجه حراره الغرفه عشان لما نبتدي نهرس دلوقتي تدوب هي لوحدها. خلاص وابتدي بس ايه، اول ما نزلت الزبده كده طول ما انا بنزل عمال انزل وبهرس بتاكد ان الحاجات كلها بتتخلط مع بعض. بصوا على طول اول ما اللبن والزبده نزلوا ابتدت تدي قوام مختلف خالص اهو. طيب ومن هنا هاخد الجبنه الشيدر، انا الجبنه الشيدر هحطها جوه الحشو نفسه، والجبنه الموتزاريلا هخليها على الوش. ادي الجبنه بتاعتي كلها والبصل الاخضر اهو، عندي كمان شويه من البقدونس والباقي هخليهم للجارنش.
عايزه بس ايه اقلب الكلام ده كويس، وفي الاخر خالص هننزل باخر حاجه خالص اللي هي الايه الساور كريم. طب ليه عايز اخلص تقليب الاول؟ ان الساور كريم اول ما هتنزل هيبتدي القوام يلزق شويه، هيبقى صعب ان الحاجات تتخلط، فعايز اتاكد ان انا على قد ما اقدر خلطهم الاول ايه قبل ما انزل الساور كريم. حلو قوي. اخر حاجه خالص بقى اهو الساور كريم كله اهو، وهنا هاخد الملح والفلفل الاسود، وممكن برضو نلعب هنا في التوابل بقى زي ما احنا عايزين، زين زود بابريكا، ممكن تبقى فكره ظريفه جدا. وادي البابريكا اهو، طيب ايه تاني ممكن نزوده؟ ممكن نزود توم باودر، ممكن نزود بصل باودر، ممكن نزود اي اعشاب مجففه، يعني ريحان مجفف يبقى لذيذ قوي، اوريجانو يبقى برده حاجه ظريفه قوي، زعتر حتى هيبقى ظريف. طيب ادي البطاطس بتاعتنا، عندي اي هنا صاجه او صينيه فرن حطيتها، اول احط كده وبعد كده هبتدي اسوي. اخر واحده اهي، عايز بس اساوي كده شويه اهو حشو، اتاكد ان هو ايه داخل في كل حته اهو. لو حسيت ان في اي حاجه زياده كده ممكن ايه الموتزاريلا اهي نحطها، بس خلي بالنا كده تبقى قافله مغطيه لي كله اهو، برده مش عاليه قوي عشان مش عايزه تقعد تنزل من على الجناب زياده عن اللزوم. بضغط كده زي ما انتم شايفين في الاخر، اخر حاجه خالص بس شويه الجبنه اللي بتنزل دي نحاول نشيلها عشان بتعمل دخان في الفرن، بتتحرق بتدخن، مش ببقى شايف قوي البطاطس، مش عارف اتابع السوا بتاعها كويس. زي الفل. هناخد العظمه دي نخش بيها على الفرن، انا عندي كل حاجه مستويه، حتى الحاجات اللي جوه، حتى البيكن احنا سويناه، فانا مجرد 10 دقائق بالظبط استنى بس الجبنه تسيح وكمان تبتدي تغير لون ونطلعها نقدمها على طول.